السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا بوليتيك الرابعه من الماركتينغ ميكس اللي هي لا بوليتيك دو ديستريبيسيون. من بعد ما شفنا لا بوليتيك برودوي وبوليتيك بري وبوليتيك دو كومونيكاسيون اللي كنتمنى انكم تكونوا فهمتوهم مزيان وما بقى عندكم فيهم حتى شي مشكل، ولا عندكم اي تساؤل سواء في الماركتينغ او لا في شي موديل واحد اخر مرحبا بكم، خليوا لي الكومونتير باش نقدر انني نجاوبكم عليهم في لي فيديو جايين ان شاء الله، وتابونوا في لاشين باش يبقاو يوصلكم لي فيديو جداد. غادي نبداو غنشوفو اول حاجه هي الديفينيسيون ديال ديستريبيسيون لا بلاص ولا لا ديستريبيسيون لا بوليتيك دو ديستريبيسيون اي تان اليمون دو ماركتينغ ميكس بيان سور كما كتعرفوا فهي من بين لي كاتر بي دونك لونتربريز ما يمكنش ليها انها تخدم على واحد لا بوليتيك وتخلي واحد لا بوليتيك واحده اخرى. فاش كنهضروا على البرودوي فهي ما كدير هذاك البرودوي حتى كتحدد لا سيبل ديالها بيان سور وكتحدد لو بري، يعني فاش كدير هذاك لو برودوي خصها تحدد لو بري باش غادي تبيعو لهذيك لا سيبل اللي حددات، وفاش كدير هذاك لو بري فهي خاصها تبيع هذاك لو برودوي ديالها وتعرف به للناس اللي كتجلى في لا كومونيكاسيون. فاش كنبداو نديرو لا بيبليسيتي وفاش كنديرو لا بيبليسيتي وكيتعرف هذاك البرودوي وكنكونو حددنا لو بري ديالو، فحنا خصنا نوصلو للكليون ديالنا هذاك لو برودوي واللي هي كتجلى في لا بوليتيك دو ديستريبيسيون. Il s'agit de l'ensemble des moyens et des opérations qui permettent de rendre un produit accessible au client final à l'endroit qu'il désire et dans un délai convenable. Donc, l'entreprise a trouvé la stratégie pour sourcer le client avec le produit, en tarif la politique de distribution, bien sûr, c'est-à-dire des études, ou qu'à trouver la stratégie qui va être faite pour le budget qui est petit, ou qu'à dire qu'elle va être concernée pour l'entreprise. لونتربريز ما كتجيش وكتبدا كتفرق هذاك لو برودوي ديالها غير هكاك، هي ديجا دايره محدده لا سيب اللي غادي تبيع لها البرودوي وعارفاها فين كاينه وخاصها تحدد الطريقه باش غادي توصل لها البرودوي وتكون عليها هي اقل شارج وتكون يعني التكلفه ديالو صغيره، وكذلك يوصل في واحد الوقت اللي هو قصير للكليون ديالها، يعني ما خصهاش تبقى تعطل لي برودوي على الكليون. La place du produit dans un certain canal de distribution résulte aussi d'une stratégie spécifique. Il faut également définir son emplacement dans les rayonnages. Un des deux d'abord, le canal, le circuit de distribution, permettant de rendre accessible au consommateur final produit fabriqué par l'entreprise. Le canal, le circuit, c'est le canal que nous utilisons pour nous le produit de la place de la production jusqu'au consommateur final. غادي ندوزو دابا نشوفو لي فونكسيون دو لا ديستريبيسيون. لا ديستريبيسيون بوسيد او موان 3 فونكسيون، يعني عندها 3 ديال الوظائف الاساسيه على الاقل. عندها لا فونكسيون سباسيال، عندها لا فونكسيون تمبوريل، وعندها لا فونكسيون كوميرسيال. كيفاش نشوفو شنو هي لا فونكسيون سباسيال؟ غوغروب لو ترونسبور دو مارشانديز دو ليو دو برودكسيون او ليو دو فونت اي دو لا مانيتونسيون. دونك هاد لا فونكسيون سباسيال هي انها توصل لو برودوي من البلاصه فين درنا ليه لا فابريكاسيون حتى للكونسوماتور فينال ولا حتى البلاصه فين غادي يتباع. هذه هي الوظيفه الاولى. غنشوفو دابا الوظيفه الثانيه واللي هي لا فونكسيون تمبوريل. Concernant la prise en charge financière du décalage de trésorerie occasionné pour le producteur par la différence de temps entre la production d'un bien et sa vente qui est occasion de nombreux frais, stockage ou délai de paiement. On a par exemple le transport il fait l'administration. مثلا فاش كنبغوا نشرو واحد البرودوي حنا مثلا هما الكليون فينال وبغينا بغا يديروا لنا ليفريسون فهو كيجي وكيجيب لنا واحد لا فاكتور وحنا كنخلصوه سواء بار شيك او لا كاش، وهو كيمشي كيدي لي داك السيد اللي جاب ترونسبور فهو اللي كيتسمى ليفغور فهو كيوصل لنا البرودوي وكذلك كيوصل لهم هما الفلوس وكيوصل لنا حنا لا فاكتور. دونك هنا دار واحد لاطاج ادمينستراتيف او ميم طون دار ترونسبور ودار لاطاج ادمينستراتيف وكذلك انه وصل لهم الفلوس ديالهم، يعني ما عطلناش عليهم الفلوس ديالهم فهما دغيا تخلصوا وغادي يدي لهم الفلوس ديالهم في الوقت. كذلك ان هذا لو ترونسبور كيدير لنا واحد لا فونكسيون اللي هي مثلا فاش كيكون واحد لو ستوك كبير في الشركه فاش كنديروا ليفريزون بزاف ديال لي بوان دو فونت فحنا كننقصوا من هذاك لو ستوكاج اللي كيكون بزاف في الشركه. دونك كتكون عندنا ستوك كبير في الشركه وخصنا ليه بزاف ديال لي سباس
حنا كنهزو واحد شويه من داك الصندوق كيمشي عند هنا واحد البوان دو فونت، واحد شويه كيمشي عند الاخر، واحد شويه كيمشي عند الاخر، واحد شويه كيمشي عند الاخر. دونك كنقصو من هذاك لو ستوكاج اللي كيكون في الشركه وكنخرجوا لي برودوي ديالنا بالزربه. عندو دابا لا فونكسيون كوميرسيال et qui cherche à inciter le consommateur à l'achat par l'information, publicité, prospective, les services, les raisons, savent, et le marchandising et l'assortiment. La présentation attractive de l'ensemble des produits d'une même catégorie. Moi, بالنسبة la fonction commerciale, هنا فاش كيجي عندك واحد ليفو اولا باغ اكزومبل كتشوفو بزاف ديال لي ترونسبور ديال شركات مختلفين اللي كيدوزو عندنا في الشارع، كيكونو مكتوبين عليهم نيميرو تليفون وكيكون بيان سور عليهم لا بيبليسيتي. هنا كيعاونو هذيك الشركة بانها دير لا بيبليسيتي ديال هذاك لو برودوي بديك الطريقة، يعني ترونسبور دايز والناس كيشوفو في هذيك البيبليسيتي، كاين اللي كيبقى يعني كدير ليه الانتباه ديالو، كاين اللي كيبقى يفكر في هذاك لو برودوي، وكاين اللي كيمشي كيقلب عليه، وكاين اللي كيهز نيميرو التليفون وكيتصل بهذوك الناس ديال هذيك الشركه باش ياخذ هذاك لو برودوي. دونك بزاف ديال الطرق. وكاين اللي كيكون يعني اول مره يعني كيدير اصلا الكوميرس واول مره كيشوف هذاك البرودوي كيهز نيميرو التليفون وكيتصل بهم، دونك ها هما ربحوا دي كليون واحد اخرين جداد وبطريقه واحده اخرى. كذلك النيفو فاش كيجي فهو كيبدا يعني كيحط لك السلعه ديالك وكيكون دائما هاز معاه واحد الكتالوج، كيبدا يقترح عليك منتوجات اخرى من نفس ديك الشركه، وكيبدا يعني كيدير لا فونكسيون كوميرسيال، يعني كيبدا هو راه غير كيدير ترونسبور او ميم طون كيبدا كيبيع لك هذوك لي برودوي ديال ديك الشركه، يعني ما كيخسروا والو، ماشي ما كيخسروا والو، ولكن يعني ها هما واخدين داك السيد باش يدير ليفريزون او ميم طون كيبيع، يعني كيجي كيليفري ليك وكيبيع ليك وكيدير لا بوبليسيتي بالترونسبور ديالهم، يعني ولينا في ثلاثة ديال الحوايج واكثر. عندو دابا لي ديفيرون كانو دو ديستريبيسيون، لي كانو اي سيركوي دو ديستريبيسيون. لو كانال دو ديستريبيسيون اي لو شومان suivi par un produit depuis un producteur jusqu'au consommateur final. On peut distinguer trois types de canaux de distribution. يعني فاش كنقولوا كانال ولا سيركوي فاحنا كنقصدوا به انه منين خرج هذاك لو برودوي من البلاصه فين تصنع حتى البلاصه فين غادي يتسهلك. وهنايا غادي نهضروا على ثلاثه ديال الانواع ديال لي كانو ولا ديال لي سيركوي. عندنا اول حاجه تشوفوها اللي هي لي كانو ديريكت، ان يا اوكان انترميديير دون سو تيب دو ديستريبيسيون اي دو سو في لو بروديكتور فوند دايريكتومون سون برودوي او كونسوماتور. دونك هنايا فاش كنهضروا على لي كانو ديريكت، دونك ديريكت من الشركه للكونسوماتور، فهي باينه من السميه ديالها من الشركه للكونسوماتور الكليان، ما كاينش من بيناتهم شي انترميديير، ما بيناتهمش الوسطاء، الكليان كياخذ من الشركه ديريكتوم. كنظن انا مفهوم. عندو دابا لي كانو كورت، لو بروديكتور باس بار ان ديتايون كي يفوندغا لو برودوي بور لوي، il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Par exemple, un producteur peut négocier directement avec un supermarché pour la vente de ses produits. Had il n'y a pas d'intermédiaire, la capacité est même qu'un des intermédiaires, mais bien le consommateur final ou chérica. كتقصد بان ما كاينش دي زانترميديير ما بين الشركه وعاد لي ديتايو عاد كونسوماتور فينال. فاش عطاونا هنا ليكزامبل قال لك بان ما كاينش يعني الشركه البروديكتور بو نيغوسي ديريكتومون افيك ان سوبر مارشي، يعني البروديكتور الشركه كتهضر ديريكت مع السوبر مارشي وكتصيفط ليه السلعه، ولكن السوبر مارشي عاد كاين الكونسوماتور فينال اللي هما الكليون. هذا سيركوي كورت، يعني ما فيش بزاف ديال الوسطاء، ما كاينينش بزاف ديال لي زانترميديير، كاين غير ديتايون اللي هو السوبر مارشي.
Un de tout d'abord, l'écalon lent. Le producteur passe par un distributeur ou un grossiste. Le producteur qui est un grossiste ou qui s'est fait cela, ou qui est un grossiste, ou d'un grossiste qui est un détaillant, qui est un nazli, ou d'un détaillant qui est le client. Ou qu'il y a une chérie qui parle, qui est un bizarre, qui est un grossiste, ou un sous-grossiste, ou un détaillant. يعني كيكون الديتايون كيبيعو تاني واحد صغر منه وغدا دونك كيكونوا بزاف ديال لي زانترميديا. هنايا باينين اكثر في هاد الخطاطه الفون ديريكت اللي هو كاين البروديكتور ديريكتومون يعني فورس دو فونت بروبر اي كوميرس كيكون ديريكتومون الكونسوماتور فينال ما كاينش بيناتهم لي زانترميديا. اما بالنسبه للسيركوي كو فكيكون بروديكتور وكيكون ديتايون يعني السيد اللي كيشد مع البروديكتور هاد ديتايون كيتقدم من عند الشركه وكيعاود البيع للكونسوماتور فينال. عاد عندنا البروديكتور في السيركوي لون كيبيع للغروسيست يعني الجرو الناس ديال الجملة وهذاك الغروسيست كيبيع للديتايون يعني كيكون حالة صغير او لا محل صغير وهذاك الديتايون هو اللي كيبيع للكونسوماتور فينا. دونك لاحظوا الفرق هنا ما كاين حتى شي واحد هنا كاين واحد وهنا كاينين جوج هذا غير اكزومبل بسيط اما راه كاين بزاف كيكون بعض المرات سيركوي لون كيكون فيه بزاف ديال لي غروسيست وبزاف ديال لي ديتايون بزاف يعني واحد كيشري من عند الاخر كيشري من عند الاخر عاد كتوصل للكونسوماتور فينال. Un deux d'abord, je vous les stratégies de la distribution. Après avoir choisi votre canal ainsi que votre circuit, à vous maintenant de définir votre stratégie de distribution. Vous avez le trois choix entre trois stratégies différentes. Donc, قبل ما كدير الشركة هاد الديستريبيسيون فهي كتركز على انها تختار من بين هاد الثلاثة ديال لي شوا كتختار واحد لا استراتيجي اللي كتخدم بها وكديرها كتعتمدها في لا ديستريبيسيون ديالها. كاينه لا ديستريبيسيون انتنسيف وكاينه لا ديستريبيسيون اكسكلوزيف وكاينه لا ديستريبيسيون سيليكتيف. دونك لونتربريز فاش كتبغي كيما قلت لكم تبيع البرودوي ديالها ولا دير ليه لا ديستريبيسيون فهي كتكون ديجا محدده السيب اللي غادي تبيع ليها يعني هذيك الفئه من المجتمع اللي بغات تبيع ليها هي هذاك البرودوي وعارفه فين كاينه وعارفه كيفاش غادي توصل ليها لو برودوي. دونك هي دار ديجا هاد لي زيتيد كاملين. ديستريبيسيون انتنسيف اتر بريزونت سور ان ماكسيموم دو بوين دو فون. هنايا فاش كيكون عندنا مثلا المواد الاساسيه فالونتربريز كتشد هادوك البرودوي ديالها وكتحاول انها تبيعهم في جميع لي بوين دو فون اللي كاينين حيت المواد الاساسيه كتلقاهم اصلا في كلش المحلات لا كبار لا صغار. دونك هادي كتسمى انتنسيف يعني كتحاول انها تعمم لو برودوي ديالها في كل شي البلايص. ديستريبيسيون اكسكلوزيف ريزيرفاسيون اي اكسكلوزيفيتي بور ان ريزو او بوين دو فونت بارتيكولير. هنا لونتربريز ما كتعممش لو برودوي ديالها في كل شي البلايص هي يعني كتحاول تبيعو غير في لي بوين دو فونت اللي كيتمشى ليها فيهم يعني واحد لو برودوي اللي ما غاديش يشريوه الناس كاملين. هنايا كتشدو كتبيعو في البلايص اللي غادي كدير ليه لا ديستريبيسيون في البلايص اللي غادي يتباع فيهم هذاك لو برودوي دونك كيكونوا محسوبين وهي عارفاهم فين ماشي غادي تجي وتبدا تحط لو برودوي ديالها في المكان واصلا ما غاديش ياخذوه من عندها كلشي يعني مالين المحلات دونك غادي ياخذو من عندها غير شي نوع محدد اللي هي ديجا عارفه غادي تباع هذاك البرودوي في هذيك البلاصه. ديستريبيسيون سيليكتيف distribution sélective présente verticale sur un réseau déterminé dans l'objectif de toucher une cible particulière. هنايا قلنا ديجا بانها كتكون ديجا اختارت واحد لا سيبل دونك لونتربريز هنايا اختارت واحد لا سيبل اللي هي قليله بزاف وهذاك لو برودوي ما غادي تشري منها الا هذيك لا سيبل اللي هي ديجا خدمات عليها.
هنايا غالبا كيكون لو برودوي غالي ديال ديك الشركه وكيتباع غير شي بلايص قلال بزاف وباينين، يعني ما كتباعش في اي بلاصه، ما كتلقاش داك البرودوي في اي بلاصه مشدد، هنايا كتلقاه غير في شي بلايص اللي هما باينين وكيشروه من عندهم من واحد النوع ديال الكليان محدد، يعني واحد النوع من الكليان اللي كيكون بعض المرات باغي هذاك البرودوي اللي كيعجبوه بهذوك الكاركتيريستيك. وهنا الشركه بعض المرات تقدر انها تنتج البرودوي على حسب الرغبه ديال هذوك الكليان، يعني بعض المرات كيكون واحد الكليان كيقول لها بغيت واحد البرودوي بهذه الكاركتيريستيك مثلا بهذه الالوان بهذا، كيختار هو اشنو بغا كتنتج ليه الشركه هذاك البرودوي. هنا كما قلت لكم كيكون البرودوي غالي بزاف وكيكونوا لي شارج ديالو طالعين بزاف. ندوزو دابا لي تيب دو ديستريبيسيون. كاين عندنا اغروند ديستريبيسيون، قبل ما نبداو عندنا بزاف ديال لي تيب دو ديستريبيسيون اللي كيديروا الناس، يعني تدير الشركه واللي كيديروا لي ديتايون واللي كيديروا، يعني بزاف ديال الانواع. انا اختاريت هادو باش نهضر لكم عليهم. كاينه اغروند ديستريبيسيون، سو سيركوي انتيغ لي فونكسيون دو غروسيس اي دو ديتايون اون يوتيليز دو غروند كونتيتي دو مارشانديز. هنا لي غروند ديستريبيسيون بحال يعني بحال السوبر مارشيات الكبار والزيسباس الكبار اللي كيبيعوا فيهم لي برودوي، يعني ديفيرون برودوي، هنايا كيتسماو اغروند ديستريبيسيون، يعني كيجيبوا ليهم بواحد لا كونتيتي اصلا كبيره ديال المارشانديز. كوميرس دو كرو، vous achetez de la marchandise en grande quantité et vous rendez revendu à d'autres intermédiaires. Pardon. هنا لي كرو هما الناس ديال الكرو ديال الجمله اللي كيشريو بزاف ديال لي مارشانديز وكيعاودو فيهم البيع لي ديتايون، يعني كيعاودو فيهم بيع للناس اللي اقل منهم. فاش كيمشيو الناس مثلا مالي المحلات كيمشيو لواحد السوق مثلا اللي هو كبير ومعروف انه كيتباع فيه الجمله، كيعاودو ياخدو من عنده، وهذيك الجمله اصلا راه تشرات عن طريق تاهم خداوها من عند الشركات او لا خداوها من عند دي غروسيس اللي هما كبر منهم. Commerce de détail. Vous achetez de la marchandise pour la revendre au consommateur. هنايا مثلا ديتاي هما الناس اللي كيكونوا صغار بزاف وكيشريو واحد البرودوي من عند الجروسيست ولا كيشريو من عند واحد اللي هو اصلا يعني محل وكيعاودوا فيه البيع. وكاين عندنا la vente à domicile ou la vente réunion. Vous utilisez un circuit direct pour vendre vos marchandises hors magasin. هنايا فاش كيكونوا مثلا نعطيكم اكزامبل ديال الناس اللي كيبيعوا لي برودوي في الدار، تلقاهم كيطبقوا على الديور وكيبيعوا لهم هذاك لو برودوي، هذه هي اللي كتسمى ولا كتسمى بورت ا بورت. دونك هنا حتى هو واحد النوع من ديستريبيسيون. هكا نكونو سالينا الفيديو ديالنا، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في فيديو